عويس، هاخدك من حتة النمرة ستة، وعايز أعرف منك أفضل تشكيل لمباراة غانا، اللي هي اتفقنا إن هي بحكم النتائج أصبحت مباراة حياة وموت، ما فيهاش هزار، يا تديك دفعة تكسب البطولة دي وتحط الجيل ده في حتة تانية، يا إما توقع كل الناس اللي موجودة. أفضل تشكيل من وجهة نظري ولا اللي الراجل هيعمله؟ وجهة نظرك. وجهة نظرك أهم حاجة، زي ما اتكلمنا ميدو، لازم نبقى واقعيين، يعني لازم نلعب في 30 متر، ولازم نسيب الاستحواذ، ولازم نلعب على التحولات. من وجهة نظر الشخصية أفضل تشكيل في الحالة اللي أنا بتكلم فيها هيبقى الشناوي محمد. الأول هنلعب إيه يعني؟ 4-4-2 برضه. تمام. أنا مقتنع ب 4-4-2. ليه بقى؟ أنت تخرجنا من البطولة. أوكي ماشي. الشناوي، حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، فتوح، نص الملعب. وجهة نظري، بس أنا عارف إن ده مش هيحصل، بس أنا بقول لك وجهة نظري. وجهة نظرك ماشي. مهند لاشين، إمام عاشور، زيزو، تريزيجيه، مصطفى محمد، ومحمد صلاح. أوكي. ده وجهة نظري. دوي دار. لا أنا شايف إن أنا غير الطريقة اللي تناسب الناحية البدنية والفنية عند اللعيبة دلوقتي. لازم ألعب بطريقة 3-4-3. تمام. محمد الشناوي ده لا غنى عنه، حتى لو في ناس بتنتقده في الجون الثاني، لا طبعا مهم جدا يكون موجود. ألعب عبد المنعم، حجازي على شمال. أنا أعتقد إن, 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 إن المستوى الفني والبدني بتاع حجازي مش أحسن حاجة، لكن ما فيش حد أحسن منه. ولا حجازي في النص أحسن له دور؟ لا لا، عبد المنعم في النص، وحجازي لأن عبد المنعم عنده السرعات اللي يقدر يغطي ورا حجازي ورا ياسر إبراهيم، ولاعب ناحية الشمال فتوح، وناحية اليمين عمر كمال. وخد بالك أوقات في وقت من الأوقات ممكن تنزل زيزو يلعب الباك رايت مكان عمر كمال، جاهز أعتقد. لأن أنا حاسس إن عمر كمال الناحية البدنية عنده مش أحسن حاجة. فممكن برضو وارد إن زيزو يلعب ناحية الرايت، ولاعب مروان عطية وإمام عاشور في نص الملعب، ولاعب صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد. وليه اعتب لي تريزيجيه؟ مش ده تريزيجيه اللي انا اعرفه، تريزيجيه عنده احسن من كده بكتير بكتير. وبقول للعيبه منتخب مصر فيتوريا لما ينزل حد في اللعيبه، انت بتلعب باسم منتخب مصر، هيتابع على امام عاشور. امام عنده مشكله نفسيه، لما المدير الفني ما بيديلوش الثقه مستواه بيقل بنسبه 60-70%. طب لازم يديله الثقه، لازم يديله الثقه، هو ده اللي بتكلم فيه. وفيتوريا مش مقتنع بيه، ده كلام بقى من جوه المنتخب، من جوه المنتخب. لكن امام لازم يتحول من لاعب ما عندوش ثقه في نفسه لان المدير الفني مش مديها له، الى لاعب كل الشعب المصري وراه، ولازم يحط في الاعتبار لو هتلعب 10 دقايق تدي اقصى حاجه عندك عشان بلدك. طب انت ساعتها دودار لما تكون حاسس ان المدرب مش مقتنع بيك، انت دورك كلاعب ان انت تحرجه. تختلف من الشخصيه للشخصيه، تختلف. تختلف الشخصيات. امام شخصيته زي شخصيه محمد شريف، زي شخصيه قفشه، زي الشخصيات اللي هي يا كابتن لازم المدير الفني يديله الثقه عشان يطلع الاقصى حاجه عنده، تبقى اضافه للفريق ويبقى مفيد للفريق. لكن امام لا، لو المدير الفني ما ادلوش الثقه بمستواه بيقل 60-70%. صحيح. هشام، تشكيل الطريقه الانسب والتشكيل الامثل. 4-3-3. تمام. بس من غير فتحه الملعب. 4-3-3 واضحه. تمام. ان انا بلعب في امالي نص الملعب كويس، وحامي خط الظهر كويس، وبشتغل مش تحولات ولكن امسك الكوره واشتغل، واحاول على قد ما اقدر ان انا احمي نص الملعب وخط الظهر. ليه؟ في نقطة احنا الماتش ده بالنسبة لنا ميدو مهم جدا، وبالنسبة لغانا مهم جدا، لكن عند غانا اهم من مصر شوية. غانا داخلة 0 نقاط. يعني قصدك ان الضغوط على غانا اكبر. عشان كده لازم فيتوريا يفكر في الشوط الاول وفي الشوط الثاني ازاي. تعال نقول ان مصر مثلا الماتش خلص تعادل. مصر داخلة كاب فيردي معاه نقطتين، غانا معاه كام نقطة؟ كسبت هي موزمبيق بقت 4، انت كسبت. بس كاب فيردي بقت خسر. نعم. لازم نلعب على المكسب. لا لا، انت مش فاهم قصدي. انا بحسب لك حسبه ان هم ازيد. ليه؟ معناه ان طول ما الماتش ماشي 0-0، لو ما جبتش جون بدري انا هو هيفتح مضطر في اخر 20-25، ودي فرصتنا. هو كده كده دفاعه مصيبه سودا. انت بتتكلم في اودوي، وبتتكلم في منسال باك ليفت غير الاثنين بتوع خط الظهر، بلس ان هم بيلعبوا خط دفاع متقدم، دي مشكله. فانت كده كده ربنا مديك مساحات ان انت تستغلها. فكره ان انت تبقى هادي، تعالوا لي هاخد الكوره واشتغل في ظهرك، لان كده كده الوقت ليك مش عليك. هما بالنسبه لهم ماتش 0-0 ما ينفعهمش، هو لازم يكسبك. انت لو كسبت ان شاء الله ماتش كاب فيردي مع كاب فيردي هيبقى ماتش تحديد اول وتاني.
لكن لو انت تعادلت وكسبت كاب فيردي انت هتبقى رايح تاني لان كاب فيردي هتكسب موزمبيق. المهم يعني نلعب بالشناوي ونلعب بمحمد هاني وحجازي ومنعم وفتوح. دول الرباعي اللي ورا. هلعب بحمدي فتحي 6 وهلعب بالنني 8 يحمي محمد صلاح. هو اللي يحمي محمد صلاح هو دوره نفس الاسلوب اللي كان بيلعب بيه كده. تمام. وهلعب بامام عاشور. هلعب بامام عاشور دوره مهم جدا وادي له حريه ال 4 3 3 بتاعت الاهلي بتاع كولر ان هو بيخش في اوقات يبقى هو العشرة اللي بيلعب يخش في الهاف سبيس. تمام طبعا. والعب بمرموش بسبب عيب اودوي الباك رايت بتاع غانا وخلي تريزيجيه لعيب تقيل في الوقت اللي هيبقى فيه مساحات ورا. تريزيجيه عنده الخبرات اكتر من مرموش. يعني انا لازم اشتغل على فكره ان مرموش على اودوي الباك رايت اقوى واسرع في التحولات من تريزيجيه. تريزيجيه كويس لكن مرموش طلع ال 60 70 دقيقه ما شاء الله الطاقه بتاعته هتنفعه هنا. وتلعب بمحمد صلاح وتلعب قدامه مصطفى محمد. صحيح.